مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول إنه أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء قوته في سوريا على المدى الطويل وبأن يقصر الضربات على منشآت الأسلحة الكيماوية. قتل شخص وجرح 11 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت يوم أمس في مدينة كركوك موكبا لمرشح للانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 12 من أيار المقبل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. في أخبارنا المنوعة، دبي تستضيف قمة عرب نت الرقمية نهاية الشهر الجاري. بلدية دبي ستطلق قريبا تطبيق فود واتش الإلكتروني الجديد لمراقبة الأغذية في مطاعم دبي، والذي سيقوم بمشاركة المعلومات بين السلطات وشركات الأغذية ومقدمي الخدمات والمستهلكين، وبإرسال الوثائق الرقمية والإجراءات والسجلات، بالإضافة إلى تمكين جميع المنظمات من تحديد وإدارة مخاطر سلامة الأغذية.